في حاجات جت تاني. اه ده جميل جدا. خلي بالك انا باكل طبق لواحد زي ده. ايه ده بجد؟ اتفضل. ماشي يا استاذ محي بقى. كل انت طالب شمام على فكره. لا اصل انا عامل ريجيم خلي بالك. يعني اسيب لك ده؟ كله اذا حبيت مد ايدك مد. ايه ده انت بتصور؟ ده بيصور. طب يعني هنضطر ان احنا طب ليه الفضايح دي ما عاملين قعده بطيخ واستاذ محي عازمنا كتر خيره. انت عارف ان انا مبسوطه ان انا معاك بجد جدا الحمد لله. استاذ محي اسماعيل يعزمني. لا ده اقل واجب والله. والله العظيم يعني القعده في صحبتك. وانا عزمك على ايه؟ كنتالوب وبطيخ ده كلام بس لا في 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 كرم في العزومه. الله يخليك. كرم حافل. الله يخليك. ازيك يا استاذ محي؟ الحمد لله كويس. باكل. ايه ده عايز اقول على حاجه؟ نعم. للناس مش شرقتني. شايف لا لا والله انت عارف انا بعزك جدا. وانا والله وانا شيل ايدك. استاذ محي فقدت القدره على النطق. اللي بعد مش بس على مستوى الفن لان انا اقل بكتير ان انا اتكلم عنه بس انا الحقيقه لمسته في المهرجان. احنا في مهرجان الاقصر بالمناسبه. على المستوى الانساني كمعلم كراجل عنده خبره راجل تقعد تسمع وتتعلم منه. اشكرك. اتمنى ان انا في يعني في العمر ده ابقى زيك او نصك. ده في المشمش. ابقى في حكمتك وذكائك. بالمناسبه لو تقبل ان انا اقول كده ودي حاجه حلوه مش حاجه وحشه لان انا كده استاذ محي اسماعيل. الناس بتتخيل ان هو يعني دائم السخط و والله ماني كده. انت بتقول اي كلام مش والله الراجل انت ده انت لا تصلح لاي شيء. كده لاي شيء الا للبطيخ والكنتالوب. رضا شكرا. راجل مركز وراجل قارئ للمشهد بشكل يعني في وعي وفي حكمه. راجل عنده بحر من الخبره والله العظيم. انا ممكن اعوم في الكلام اللي قلتيه. استاذ في التحليل. احنا قاعدين في صحبته وفي قاعده كده زي ما انتم شايفين مفيش فيها اي رسميات ولا حاجه. وانت بتاكل بطيخ كده يا استاذ محي اسمح لي اسالك سؤال. خلي بالك انت بقالك نص ساعه بتتكلمي وضحكت عليا قلت لي 5 دقايق. لا ما هو دي المره الخبز اهو. قالت له والله 5 دقايق. دي 5 دقايق. ممكن تقولي نكته في مستهل الكلام؟ سباك راح فرح حلف محد ينقط. لا عايزه نكته من سباك راح فرح حلف محد ينقط وخلاص وفي كفايه بقى. كفايه انت عايز تهرب من الاسئله. ايوه انا هربان. وبعدين انت ما عزمتش عليه ولا بطيخه يا استاذ محي لحد دلوقتي. انا القيصر. لا تصلحي. لا انا القيصر كل يجب علينا. ما عزمش انا على حد. بكل الحب لو تقبلها مني. اكليني. ايه ده؟ ايه ده؟ هتزغطيني؟ طب اعمل ايه؟ ممكن تقول للناس إيه لو تسمح لي اتدخل في حياتك يعني. اوعي. ليه؟ اموتي. مين اكتر ست حبيتها في حياتك؟ لا الحاجات دي اتقالت كتير مش عايز اتكلم. انا معرفش. لا مش مهم تعرف. حبيت كم مره في حياتك طيب؟ لا ارجع الفيديوهات وانت تعرف. انت قلت قبل كده لا لا خلاص انا خلصت كده خلص. خلاص هسألك سؤال تاني. اه لا ما بحبش اجاوب. مين اكتر ممثله بتشوفها نموذج متفرد للست بحق من وجهه نظرك؟ زمان او دلوقتي؟ امال زايد. انت عارف تخيلت انك هتقول ايه؟ اه وليه تتخيل وانت تخش في تخيلي ليه؟ يعني بان يعني ده عندك انت. تخيلت انك بتقول سعاد حسني. واضح انك ما بتعرفيش تسالي. ليه؟ لانك سالت سؤال قلت الام اللي تصورها مش عارف ايه فقلت لك امل زيد. اما سعاد حسني هي اسطوره السينما المصريه. اما فاتن حمامه فهي ايقونه السينما المصريه. الله. اما انا القيصر. لا شك اللي بعده. اوكي اوكي اوكي
ممكن تعلمني؟ لا لا خلاص انتهى. ليه؟ استنى بالله عليك. انتهى اللي بعده. لحقتش، سابني ومشي يا جماعه. ده ما عامل